وليلة القدر باقي ما وصلت، يمكن تكون ليلة 28، يمكن تكون ليلة 29. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أريد فقط أن أنبه على بعض المسائل المتعلقة بليلة القدر. طبعا معلوم عند جميع المسلمين أنها أعظم الليالي، وأن الله عز وجل قال فيها ما قال في كتابه سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ويكفي هذا شرفا ويكفيها فضلا، وهذا في الحقيقة مما يحمل المسلمين على تحريها وعلى الاجتهاد في العبادة فيها. لكن كثير من الناس يحرص على ليلة 27، فإذا وفق لقيامها فترى بعد ذلك، وهذا في الحقيقة خلاف مقصود الشرع الحكيم، لأن الله عز وجل أراد منا أن نجتهد، ولأمر ما أخفى ربنا عز وجل هذه الليلة. طبعا كثير من الناس يعتقدون بل يجزمون بأنها ليلة 27، والأمر فيه خلاف عريض بين الفقهاء، حتى إن ابن حجر رحمه الله تعالى أوصل الأقوال في تعيين ليلة القدر إلى نحو من 40 قولا، أكثر من 40 قول في تعيين ليلة القدر. ولكن الصحيح أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في أوتار العشر الأواخر. إذن على الأقل الإنسان يحرص على قيام 10 ليالي من آخر رمضان فقط. إذا الإنسان حرص على قيام هذا 10 ديال الليالي الأخرى، فإنه سيصيب ليلة القدر بيقين. طبعا السلف كانت لهم مقامات عالية لا يمكن أن يبلغها أمثالنا. ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: لو أني أعلم أن في السنة ليلة هي ليلة القدر لقمت السنة كلها. يعني لو أن الله عز وجل أخفى علينا ليلة القدر ما عرفناش واش في رمضان واش في شوال واش ذو القعدة واش ذو الحجة، قال لك غادي نقوم السنة كلها من أجل أن أصيبها، لأنهم يعلمون فضلها وشرفها. احنا دابا عندنا غير 10 أيام ومع ذلك نفرط. وقضية من مفاسد الجزم والتعيين بأنها ليلة 27 أن الناس اتخذوها احتفالا، وطبعا يقع فيها كثير من المخالفات وكثير من البدع وكثير من الخرافات التي يعتقدها الناس. الناس دابا ملي يعني اعتقدوا بأن ليلة القدر هي ليلة 27 ولت عندهم أمور كثيرة، صارت يعني احتفالا وصارت فولكلورا، والناس كيجيبوا الماكلة للمسجد، والناس كيحيوا هذيك الليلة فلا ينامون، مع أن هذا خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله عز وجل في القرآن وأمره له سبحانه وتعالى، كان يقول له: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولما ذكر حال الصحابة رضي الله عنهم قال الله عز وجل في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أنهم يجمعون بين القيام وبين الهجوع اللي هو النوم، يعني ينامون بعض الليل ويقومون أكثره، هذا معنى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل قيام ليلة قط، يعني ما عمره قام الليلة من العشاء حتى الصبح، وإنما كان يجمع بين القيام وبين الرقود. وفي قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما لما أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو الدرداء مشتغلا بالعبادة كان متعبدا، فلما بات عنده سلمان طبعا فيها قصة لما
رأى أم الدرداء متبذلة فسألها عن حالها، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، فكان حريصا على إصلاح شأن أخيه، فلما يعني وجده صائما أمره أن يأكل، فأبى واعتذر بأنه صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، فأكل. وفي الليل فاش بغى يعني يقوم قال له نم، ثم أراد أن يقوم قال له نم، حتى كان في ثلث الأخير من الليل فقام معا وصليا. فالشاهد هو أنه قال له إن لجسدك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء رضي الله عنه مشى مع الصباح عند النبي صلى الله عليه وسلم وقص له ما جرى بينه وبين أخيه سلمان، فقال له صدق سلمان، صدق سلمان. إذن الله عز وجل ما أراد منا أن نبالغ في العبادة. وفي حديث النفر الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ويرقد، يعني يصلي بعض الليل وينام بعضه صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا باش ما نطولش في المسألة هو أن الإنسان حتى لو اجتهد في هذه الليلة فهي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، لأنها ليلة من العشر وهي ليلة وترية. لكن لا ننسى أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان بينهم خلاف حتى بين الصحابة، يعني من الصحابة من قال بأنها ليلة الحادي والعشرين، ومن الصحابة من قال أنها ليلة الثالث والعشرين كما في حديث عبد الله بن أنيس الجهني، مثل الجوهري كما قال الدكتور الفايد الجوهري، وغير سامع ما فهمش هذه الليلة كتسمى ليلة الجهني، لأن عبد الله بن أنيس كان في البادية فكان يصلي، كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه فسأله لأنه يشق عليه أن ينزل كل ليلة إلى المدينة ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أي ليلة أنزل فيها؟ قال لي حدد لي واحد ليلة ننزل فيها، فأمره أن ينزل ليلة الثالث والعشرين فنزل. فكان ابنه يخبر بأنه دخل بعد العصر إلى المسجد ولم يخرج إلا عند فروع الصبح، احتصل الصبح قربت له دابته فخرج. الحديث يعني مشهور وهو يعني صحيح على كل حال. فالمقصود هو أن أرجح الأقوال عند العلماء أن هذه الليلة غير ثابتة وأنها تنتقل، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول بأنها ليلة 27 وكان يقسم على ذلك، وكثير من الفقهاء ذهب إلى تعيينها، لكن الصحيح من أقوال العلماء أنها تنتقل وأن الله عز وجل أخفاها. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بها، قال فتلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع خبر تعيينها في تلك السنة. إذن الشاهد هو أن الإنسان ينبغي أن يحرص على قيام هذه الليالي العشر، أو على الأقل على أوتارها، على الأقل على أوتارها، يعني ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالتماسها في آخر ليلة من رمضان. حنا اش كنلاحظوا الآن؟ لما جزم بعض الناس بأنها ليلة 27 شنو كيديروا؟ كيحرصوا على 27، يعني في المسجد ما تلقاش بلاصتك ليلة 27، والناس كيظنوا بأنهم إلا وفقوا هذيك الليلة وقاموا هذيك الليلة صافي، راه صافي قضى الله الغرض. ومن بعد ليلة 28 لا تكاد تجد في المسجد إلا قليلا من الناس، كيقول لك صافي راه بحال رمضان تسالى. كاين الناس كاع اللي ما باقيش كيحضر الجماعه، هذوك الناس اللي كانوا كيصلوا مثلا غير بمناسبه رمضان ولم تكن توبتهم صحيحه فانهم كاع كيتركوا كاع الصلاه، كيقول لك صافي راك من رمضان صلينا ليله القدر صافي الله يجعل شي بركه. وهذا خلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف مراد الشرع، لان المقصود هو الاجتهاد هو الحرص. احنا علاش كنصليو اصلا؟ كنصليو باش نستفدوا باش نتعلموا وباش يغفر لنا الله عز وجل الذنوب، ولكن الا غفر لنا الله الذنوب يعني صافي كملنا نرتاحوا ونتركوا العباده الاخرى؟ لا، ينبغي ان يحرص المسلم لعل هذه الليله تكون في ليله 28 او ليله 29، فيحرص المسلم
على الاجتهاد في هذه الليالي، ثم يكون ذلك انطلاقا. واش الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فإذا قال له أصحابه في ذلك يعني لا موقن، يعني ارفق بنفسك وكذا، كان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أن من شكر الله عز وجل أنه يزيد في عبادة ربه عز وجل، وأنه يزيد في الاجتهاد. هذا معنى يعني الشكر لله عز وجل بالعبادة وبالأبدان. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأمور حتى ينالها. واش الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم ما لا يمكن أن يحصل لغيرهم، وأن كثيرا منهم بشر بالجنة. راه هذا عجيب والله. تصور واحد الإنسان باقي كيمشي على الأرض، باقي الروح دياله في جسده، باقي النفس يصعد وينزل، وجاءته بشارة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بطريق الوحي، بأن فلان في الجنة، فلان في الجنة، وهذا أمر لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، وغيرهم مما لم يذكر في هذا الحديث. فهذا الناس جاتهم البشارة بأنهم من أهل الجنة. طيب، هل فتروا؟ هل تكاسلوا؟ هل غيروا؟ هل بدلوا؟ ما وقع منهم ذلك. علاش؟ لأنك يعرفوا بأن الله عز وجل إذا امتن عليهم بفضيلة من الفضائل أو مزية من المزايا، فإن هذا أدعى أن يشكروه وأن يزيدوا في عبادته سبحانه وتعالى. هكذا فهموا الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه الليلة هذه أخفاها الله عز وجل في هذه الليالي من أجل أن نجتهد وأن نبالغ في التقرب إليه سبحانه وتعالى، كما أخفى ساعة الإجابة في الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو ربه عز وجل إلا استجيب له، ساعة فيها الاستجاب. طيب وقتاش؟ واش فاش كيطلع الخطيب المنبر؟ واش بعد الفراغ من الصلاة؟ واش عند الجلسة بين الخطبتين؟ واش بعد العصر؟ واش كذا وكذا؟ خلاف بين العلماء. والعلماء كيقول لك بأنه هذا الأمر أخفاه الله عز وجل من أجل أن يجتهد أهل الإيمان ويحرص أهل الإيمان. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وهو أن هذه الأمور التي أخفاها الله عز وجل كما أخفى الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، من أجل أن ندعوه بأسمائه كلها سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله عز وجل، ندعو التواب، ندعو الرحيم، ندعو الغفور، ندعو الرزاق، ندعو الكريم، ندعوه بالأسماء كلها سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا مثلا ذاك الاسم الأعظم غنبقاو ندعو به ونترك ونهجر الأسماء الأخرى. كذلك إذا عرفنا ساعة الجمعة فإننا ندعو فيها ونترك بقية الساعات، وإذا عرفنا ليلة القدر جزما فإننا نحرص عليها ونترك ما بعدها. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتنبه له المسلمون، لأنهم إنما يعبدون ربهم عز وجل ويجتهدون في التقرب إليه، فعليهم أن لا يفطر. إذن الله يجزكم بخير، سواء دازت ليلة 27 ولا باقي ما وصلت، فالإنسان يحرص. راه تقدر تكون ليلة القدر باقي ما وصلت ويكون الإنسان محروما، هو ربما كاع صلى رمضان كله ومن صلى 27 هو يفطر، وليلة القدر باقي ما وصلت، يمكن تكون ليلة 28، يمكن تكون ليلة 29، فيحرص ويتعرض لفضل الله عز وجل لعله يوافق هذه الليلة فيغفر ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترى ماشي أمر سهل، الله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبه، الذنوب كلها كيغفر لك الله عز وجل، ولكن بشرط آش؟ بشرط الإيمان والاحتساب. الإيمان والاحتساب، احتساب الأجر، يكون عندك تصديق بهذا الأجر ما كتشكش فيه، ونقول واي اللي بزاف غير ليلة وحدة وغادي يغفر الله عز وجل. إيه، إن الله عز وجل وعد، والله عز وجل كريم، والله جواد سبحانه وتعالى، فيتفضل على عباده بالأجر العظيم على العمل اليسير. شوف كاينه غير شي أذكار كنقولوها أذكار،
باللسان سهلة ميسرة ورتبت عليها أجور عظيمة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن هل كل الناس يوفق لذلك الذكر؟ هي الأذكار معروفة سهلة، ولكن شو اللي كيوفق الله عز وجل؟ من اصطفاه ومن اختاره ومن علم أن في قلبه خيرا فإنه يوفقه إلى ذلك، ومن لا فإن الله عز وجل يخذله ويصرفه عن ذلك، فتجده منشغلا بعيوب الناس ومنشغلا بالغيبة والنميمة وبالبهتان وبالطعن في خلق الله عز وجل، ويصرف لسانه عن الذكر الذي هو أفضل الأعمال وأزكاها عند الملك سبحانه وتعالى. إذن لا أطيل، هذا ما قصدت التنبيه عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.